خاصة بالتعليم التنظيمي من ناحية الفنيات القتالية والطروحات العربية جميع ما يخص الكونفو. النهاردة أول درس هنشرحه هو أوضاع الأساسية في الكونفو، وأحب أعرفكم إن قناتنا بتشرح كل حاجة على الطريقة التقليدية الصينية زي ما بعض الناس بتفضل الطريقة دي. أنا لاحظت إن في قنوات ما بتعرضش الكلام ده، أنا أحب إن أنا أعرضها وأشاركها معاكم وأستفيد من آرائكم. هنشرح أول وضع النهاردة اسمه وضع ركوب الحصان. الوضع ده مهم جدا. أول حاجة هو ده الوضع، يبقى كده. طبعا في ناس هتسالني هتقول لي طب وسع رجلك قد ايه، المساحه قد ايه، الوضع ده اقعد قد ايه، امارسه قد ايه، كل ده هجاوبك. اقل وضع يعني المفروض تمارسه كل يوم 10 دقايق، بس طبعا في ناس بتستخدم الوضع كتير دقيقه وكل يوم تزود دقيقه دقيقه لحد ما تلاقي نفسها وصلت 10 دقايق. كل وضع من اللي هنشرحه النهارده في الحلقه دي اول جزء من اوضاع التمرين، يعني في اوضاع ثانيه في الحلقات اللي جايه. دوت زي ما قلت لكم اسمه بالعربي وضع ركوب الخيل او وقفه ركوب الحصان. تبقى وسع رجلك مسافة عرض الكفين ورجلين يبقوا على قدام ونسبة. ده أول وضع في التمرين. أنا عن نفسي بمارسه كل يوم 10 دقايق على الأقل، لكن أنتوا لو لسه متمرنين أو بتمارسوه قبل كده لحد ما تقدروا كل يوم تحاولوا تزودوا. تاني وضع الوضع ده، ده زاوية قايمة هنا مش تفرق ورا قد إيه، بس المهم زاوية قايمة وظهرك الكفين. ده بنسميه بالعربي وضع القوس، القوس والصدر. تمام؟ الأسماء العربية ديت مش ممكن يعني مش هتفرق بالنسبة للتحفيظية ولا لا، بس أهم حاجة الأوضاع تتمرن عليها كويس. تالت وضع الوضع ده. دوت اسمه ده باللغة الصينية. دوت مثلا إيه؟ حاول تثبت على قد ما تقدر، ده بيفيدك في إطالات رجلك، في المرونة، في كل حاجة. دي أوضاع الصينية. تاني وضع على الكعب، يختلف عن ده، ده على الكعب، ده برضه مفيد، اتمرن عليه برضه على قد وقت الاوضاع دي. تمام؟ في وضع تاني اسمه الجوما، وضع الكتف، دوت برضه 10 دقايق، على قد ما تقدر أول مرة وبعد كده تحاول تزود أكتر. تمام؟ ده كده كان الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا انا اختصرت النهارده في الشرح عشان دي لسه اول حلقه ويعتبر مقدمه للقناه، لكن ان شاء الله القنوات الحلقات الجايه سوري اسف الحلقات الجايه ان شاء الله هحاول اشرح لكم الحاجات بالتفصيل اكتر، بس ده كان يا دوبك الاوضاع. واي استفسارات او تعليقات